أهلا بكم. تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق بنسختها الرابعة منذ العام 2003 في سياق أمني مختلف عما سبق، لا سيما بعد إعلان الحكومة الانتصار في حربها على ما يسمى الإرهاب واستعادة المدن التي كانت خارج سيطرتها والتفرغ في المرحلة المقبلة كما تقول لإعادة الإعمار والتنمية وإنهاء الفساد الحكومي. لكن ثمة من يؤكد أيضا ألا تغييرات حقيقية في واقع العراق القائم مهما كان حجمها ستحدثها هذه الانتخابات، لأن نتائجها أعدت سلفا من قبل القوى الإقليمية والدولية الداعمة لهذه العملية السياسية في العراق. الانتخابات البرلمانية الحالية وقدرتها على تشكيل واقع سياسي مختلف في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة في برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا أن ما يجري في العراق الجديد هو ممارسة ديمقراطية عراقية خالصة بعيدة عن التدخلات الخارجية مهما كان نوعها؟ وبما تختلف هذه الانتخابات عما سبقها من انتخابات شهدها العراق في حقبة الاحتلال الأمريكي؟ وهل ثمة حظوظ من خلال هذه الانتخابات لتصحيح مسار العملية السياسية وإخراج العراق من مأزقه السياسي المستمر منذ العام 2003؟ وماذا لو أصرت قوى العملية السياسية وداعموها على المضي في مسار الطائفية والفساد الحكومي مع تنامي حالة الاحتقان والسخط الشعبي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، سعد ناجي، جواد الساعاتي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث فيها الانتخابات البرلمانية وقدرتها على تشكيل واقع سياسي مختلف. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. وسيكون معنا عبر الهاتف من لندن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعد ناجي جواد الساعاتي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا ومرحبا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، هذه الانتخابات يعني شركاء العملية السياسية يؤكدون أنها تأتي في سياق مختلف سياسي وأمني بعد قضية الانتصار على ما يسمى الإرهاب واستعادة المدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة، يعني سياق مختلف عما جرى، لذلك يتوقع أن تكون نتائجها، يرجى أن تكون نتائجها أيضا مختلفة تماما لناحية إنجاز تغيير حقيقي وجذري كما يطالب الناس وكما يعد بذلك السياسيون. فعلا السياق مختلف وبالتالي النتائج ستكون مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، ما حصل اليوم في العراق يثبت عكس كل هذا الكلام. كيف يثبت كل يعني عكس هذا القول ويسقط هذا القول؟ خلال الثلاث نسخ الماضية من الانتخابات في عام 2005 2010 2014 كان من الممكن القول لبعضنا أن يقول أن هناك موهومين، هناك مضللين، هناك خائفين ذهبوا للانتخابات. اليوم يعني تجربة اليوم يعني بعد غلق ما سمي بصناديق الاقتراع قبل ثلاث ساعات أثبت هذا اليوم أن هناك ليس هناك من مضلل وليس هناك من خائف. من شارك بهذه النسبة الضئيلة المضحكة بعد 15 سنة من الدعوة إلى الديمقراطية، من الرفاهية، العراق الجديد، بدأنا نسمع قصص عن قتال طائفي، سنذهب إلى القتل، حرب الأهلية، القتال المعروف منه، يتحدثون بعد أن كانوا يتحدثون عن الديمقراطية الواعدة، التخلي عن المناصب بكل سلاسة، التداول السلمي للسلطة، كل هذا كانوا يتحدثون عنه. وبالتالي عندما وصلوا إلى عمق الزجاجة قالوا سنذهب إلى الحرب الأهلية، سنرفع السلاح إن لم ننتصر. اليوم المواطن العراقي 80% من العراقيين لم يشاركوا. المفوضية تحدثت عن مشاركة 24 مليون ناخب يحق لهم. نعم، الحجم المشاركة لا تزيد عن 20 إلى 22، هي أقصى الحالات 25% من حجم الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب. فبالتالي أنت 80% يعني نحو 20 مليون عراقي لم يشاركوا في هذه الانتخابات، لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم. هذا يدل على أن ليس هناك خائفا وليس هناك مضللا، من ذهبوا هم أتباع هذه الأحزاب وهذه القوى، من يعملون لصالح المستفيدين
الذين لهم مصلحة في بقاء هذا الفساد، هذا الخراب، هذا الدمار، هذه العملية السياسية التي خربت العراق. هذا الحديث ليس له علاقة بطائفية، ليس له علاقة بسني وشيعي وكردي وعربي، هذا ليس، هذا حديث عراقي خالص له علاقة بما جرى في العراق. ما حصل اليوم نتيجة طبيعية، حصاد طبيعي لما زرعوه طوال 15 سنة. ما فعله المواطن اليوم هو ثمرة لهذا التعب، لهذا لهذا الضيم الذي جرى عليه طوال 15 سنة. فبالتالي اكتشف الكذبة، اكتشف الفساد، اكتشف هذا الخراب، عزوفه عن المشاركة في الانتخابات، أسقط كل كلامهم، كل نظرياتهم، كل دعواتهم، كل أكاذيبهم أسقطها مرة واحدة. الآن الذين شاركوا هم مجاميع إما عسكرية وأمنية تابعة لقواتهم، مجاميع ميليشياوية تابعة لهذه الأحزاب، ومجاميع مرتبطة بهذه الأحزاب أو بشخصيات معينة يدفع لها وهي مستفيدة موعودة بمناصب وموعودة بمكتسبات وعقود، ذهبت لإدلاء بأصواتها، يحاولون أن يضللوا. كانوا يتحدثون طوال هذه السنوات أن الشرعية مستمدة من الشعب. نعم. ماذا سيقولون اليوم؟ نعم. 80% من الشعب العراقي لم يوافق عليهم. أين هي الشرعية التي لا يعطيها 80% من العراقيين؟ قانون الانتخابات، هل هذه النسبة من المقاطعة والنسبة من المشاركة ستقدح في الشرعية، ما يسمى الشرعية هي الشعبية؟ نعم. من البداية لا توجد شرعية في ظل الاحتلال أساسا، ولا توجد شرعية على الأقل من وجهة نظر القائمين على العملية. نعم. السياسية حتى لو يعني رفعنا قضية الحديث عن الاحتلال، لكن شرعية وجود حكومات لا تقدم شيء للمواطن هذه فاقدتها من زمان. لا تقدم السيادة، لا تقدم الاستقلال، لا تقدم الخدمات، لا تقدم الأمن، لا تقدم اقتصادا مزدهرا، لا تقدم تعليما جيدا، صحة جيدة، كل هذه أفقدتهم الشرعية، فبالتالي هم فاقدين الشرعية. لكن اليوم البصمة واضحة، بصمة الشعب تقول لهم أن لا شرعية لكم، لا 80% من العراقيين. وهذا كلام يعني ليس كلاما عاطفيا، هذا كلام واقعي، وصف لواقع اليوم حدث وهم يعرفون هذا. 80% من العراقيين هم يقولون نؤمن بالديمقراطية، نحن جئنا من أجل الشعب. طيب 80% من الشعب الآن رافضكم، ماذا ستفعلون؟ ستحكمون هذا الشعب بالحديد والنار؟ وخاصة أن الناس أعطت فرصة لمدة 15 سنة، أعطت الكثير من الفرص، عسى أن يكون هناك تغيير، هناك شيء إيجابي. نستمع إلى واحد من أركان العملية السياسية وكان متحدث سابق للحكومة وهو علي الدباغ، اليوم معلقا على ما جرى أو على النسبة المتدنية للانتخابات في العراق. ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا دكتور عبد الحميد العاني، دكتور رافع، ودكتور سعد ناجي من لندن. نشاهد هذا ما قال علي الدباغ. لأول مرة في كل الانتخابات لم تصل إلى هذه الدرجة المتدنية نسب المشاركة. هذه رسالة بليغة إلى كل الطبقة السياسية، رسالة عقوبة من المواطن ومن المقاطعين بأنه هذه السياسات التي استخدمت لم تعد مقبولة. الموصل سقطت، سبايكر شهداء أكثر من 1700 لم يتم التحقيق معها، أكبر نكبة حدثت بتاريخ العراق الحديث، ثلث البلد احتل من قوى شريرة، لم يتحدث أحد عن السبب، لم يحاسب شخصا واحدا، وبالتالي هناك غضب كبير جدا، غضب كبير على هذه الطبقة التي لم تقدم لحد الآن كما وعدت لأول مرة حملة منظمة للمقاطعة. لم تعد هناك يعني اتجاهات فردية أو أسباب فردية للمقاطعة، لا، وإنما مجموعات في السوشيال ميديا، ناشطين شباب، حتى الخطاب الطائفي في الانتخابات تراجع كثيرا. لم يعد هناك حتى من الكتل السياسية، شوف راحوا إلى موضوع أنه الأغلبية السياسية، وحتى المواطن ما قدروا لأنه لم تعد بضاعة رائجة، المواطن ما عاد يتقبلها. المواطن العراقي أصبح عنده قضية، طالب بقضية، أنا أريد من عندك إعمار، مكافحة فساد، تجي الملفات اللي أجلتها من شان الحرب على داعش الآن يجب أن تقاربها. وبالتالي فهناك خطاب جديد، هناك خطاب مدني، حتى الكتل الدينية تصور أنه صارت تغير. نعم. غير وجهها، تغير لبوسها. المرجع الكبير، المرجع الديني، هو ينادي بدولة مدنية. نعم. وبالتالي استخدامات الدين وبيع الوهم إلى المواطن بأن الدين يتراجع، عدو وهمي تخلق بأن الدين في خطر، لا، مش خطر، الخطر منك أنت مدعي الدين الذي تلوث الدين بسياسة حمقاء وخطأ. إذا نتحول إلى ضيفنا من لندن الدكتور سعد ناجي الساعاتي. مساء الخير دكتور سعد. مساء الخير.
يعني بعد 15 سنة بدل أن تكون الديمقراطية قد نضجت، بدل أن تكون نموذجا لشعوب المنطقة، بعد أن تكون قد يعني أخذت مدى زمني جيد للنضج وأن تكون أكثر جدية، يكون حديث عن أنه ما جرى في العراق نسبة متدنية للمشاركة وصفعة قوية لأصحاب هذه التجربة الديمقراطية لقوى العملية السياسية، أليس أمر غريب أو مفارقة هذه؟ ابتداء يعني ما جرى اليوم في العراق هو مو صفعة، وإنما الرد المناسب لكل السياسات الفاشلة وكل السراق وكل الطائفيين من كافة المكونات وكل العنصريين وكل الذين أوصلوا العراق هذا، وهو رد أبلغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي زعف أنها تؤسس لديمقراطية في الأرض. طبعا نحن نتحدث الآن قبل تظهر علينا مفوضية غير مستقلة وغير محايدة للانتخابات. أنا متأكد أنها تكون نسبة أعلى من النسبة المحققة، يعني إذا نسبة أحسن حالات 20%، فأنا أعتقد أن المفوضية ستقول أنها 40-45%، مما يعني أنها ستقوم بإضافة 100% من الأصوات دولة إلى هذه النتائج، وبالتالي يعني حابس الفساد أو حابس التزوير مستمرة في هذه العملية السياسية. وأنا أعتقد أن العراق يقال رأيهم الآن، وعلى السياسة إذا كان عندهم كرامة، إذا كان عزة نفس، إذا كان عندهم احترام أن يتخلوا عن مناصبهم وأن يقولوا أن هذه هي ليست كافة كي نحن لمدة أفضل. هذا تفعل. نعم. أعتقد عندنا مشكلة أيضا، يصلنا الصوت مو واضح من المصدر من لندن ويا دكتور سعد، يعني أرجو أن يضبط الصوت. دكتور عبد الحميد العاني، يعني ما الذي تغير في واقع العراق السياسي المستمر على نفس الوتيرة، وربما أيضا ربما ينتقل من سيء إلى أسوأ، يعني وفق مؤشرات وفق معطيات على الأرض خاصة في الشق السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، حتى يقال أنه هذه الانتخابات أتت في سياق مختلف وبالتالي يؤمل منها أن تأتي ب نتائج أيضا مختلفة، هل تغير شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أحمد الله أنه الآن الصناديق أغلقت كما يقال وانتهت العملية، فلنتحدث الآن بحرية أكثر حتى لا يقال أن حديثكم قد صب في اتجاه المقاطعة وكنتم سببا في المأساة، لأنه كثير مع الأسف من المدلسين يستخدمون مثل هذه الأساليب لهذا التشويه. ما حصل اليوم فعلا كارثة بمعنى الكلمة، وهي هزة عنيفة. الشعب على رؤوس الأشهاد يدعو للمقاطعة. وبالتالي اليوم حقيقة الذي تغير، طبعا هنالك جانب اللي هو التدخل الخارجي مستمر وعلى رأسها إيران. إيران مستمرة في التدخل الخارجي في هذه العملية وفي كل مجريات هذه العملية. الذي تغير في هذه العملية اليوم خاصة أنه هنالك فعلا وعيا شعبيا متزايدا. المقاطعة ليست محصورة. الذي صنع هذا الوعي دكتور برأيك؟ أولا الذي صنع هذا الوعي هو العمل السيء أو الفاسد لهؤلاء، لهذه الطبقة السياسية طيلة السنوات، يعني المحنة كانت منحة، وبالتالي هؤلاء هم الذين كانوا سببا في وعي الشارع العراقي بإصرارهم على فسادهم وعدم تقديم شيء لهذا المواطن. هنا لو ننظر إلى الأرقام، بعض الأرقام يعني التي ذكرت على هامشي وسربت على هامش هذه الانتخابات، منها ما صرف من مليارات على هذه الانتخابات، ذكر 4 مليار دولار. نعم 4 مليار دولار، هذا رقم كبير جدا يحتاج العراقيون اليوم إلى عشره ربما لكثير من أقل الحقوق. من أين حاز أصحاب العملية أو أصحاب الدعاية الانتخابية على هذا المبلغ الفلكي؟ واسمح لي أكمل، يعني أيضا المفوضية هنا حددت لكل مرشح في بغداد
أنه يحق له كسقف أعلى $1,000,000 أن ينفق على هذه حملاته، أكثر من 2000 وكذا مرشح في بغداد. أرقام هذه الفلكية نسأل مثل ما قلت من أين جاءوا بها، ولماذا سارعت الدولة إلى الموافقة على هذه الإنفاقات وعلى وقدمت التسهيلات لها، في حين أنها نجد في احتياجات المواطن هنالك عجز اقتصادي وهنالك ديون وهنالك ما هنالك. هنا يسأل المواطن اليوم، بات يعرف ويسأل، إذا كان المرشح هذا يقدم $1,000,000 كدعاية انتخابية، إذن لابد أنه هنالك سيجني من ورائها الكثير من وراء الصفقات التي تجري. ما جرى اليوم حقيقة هي صفعة لهذه العملية كلها. المقاطعة التي حصلت اليوم لم تنحصر، لم تكن أولا من جهة كما شوها وروج في سنوات سابقة، وإنما الدعوة اليوم للمقاطعة بل هي ليس فقط دعوة وإنما تطبيق عملي من 80% هو على مستوى الشارع العراقي في كل الاتجاهات وكل المكونات. ثانيا، حتى ما كما قال دباغ، لم تعد نزعة فردية أو توجه فردي، هي عملية منظمة، عملية مجتمعية، بل حتى بعض المحافظات التي هي ربما مؤسسة كانت تسير إلى الآن يعني تستظل هذه الطبقة السياسية بخطابها الطائفي، لم تستطع إقناع هذه الجماهير وهذه المحافظات. هنا دكتور، ليس فقط الطبقة السياسية وإنما حتى التيارات الرديفة للعملية السياسية من رجال دين، من نخب، ممن أيضا كانوا رديف لإقناع الناس أو إيهام هذه المرة بالمشاركة، لم تعد مجدية ذكر الدعوات. ذكر الدكتور قضية الدكتور رافع قبل قليل، الذي شارك في هذه العملية هو المنتفع منها، منتفع إما على صعيد شخصي وإما على صعيد الحزبي منها. بالمناسبة هنا لابد أن نذكر شيء، وهو ما ذكر اليوم بأن 20% الذي شارك بهذه الانتخابات أو هكذا هي حقيقة ربما نصفهم فقط الذي شارك، لأن النصف الآخر هو تمت المشاركة عنه بالنيابة. يعني كيف النازحون في المخيمات، هؤلاء لم يذهبوا إلى الصناديق وإنما قال له ارتاحوا في خيامكم ونحن نقوم بالانتخابات عنكم. وقس كذلك بالنسبة لكثير من أفواج الجيش والشرطة وما يسمى بالتصويت الخاص. فهذه حقيقة، هنا هذه النزعة التي تزايدت لدى أبناء الشعب العراقي مؤشر خطير، ليس لدى هذه الطبقة، لأن هذه الطبقة هي مصرة وماضية في هذا الطريق، لكن على المجتمع الدولي الذي لا يزال يصر على أنه لا حل للعراق إلا بالتمسك بهذا الخيار، عليه أن يعدل من نظرته. سنتحدث أيضا عن هذا المشروع الذي تآكل أنصاره أو داعميه في الداخل العراقي، وكما تجلى في هذه المشاركة. الآن المشاركة هي الأقل، النسبة الأدنى أو الأقل مشاركة. هل سيبقى الدعم الخارجي كالحبل السري لهذه العملية، يبقي هذا المشروع واقف على قدميه؟ طبعا أيضا نشاهد هذه لقاءات من مواطنين في بغداد والبصرة يتحدثون عن حالة يأس وإحباط من عملية التغيير، وطبعا أيضا رفضوا المشاركة لأن لا جدوى من المشاركة وأنه الوضع القائم سيبقى كما هو. نشاهد هذه اللقاءات لمواطنين من العراق. طبعا ما أصور راح يتغير شيء، راح تبقى يعني الأمور على ما هي عليه، فما أصور هالانتخابات القادمة راح تغير أي شيء بسبب طبيعة النظام البرلماني، يعني أنه نظام قام على أساس طائفي، على توزيع طائفي، فما راح أصور راح انتخابات تغير أي شيء. يعني مستمر الفساد والتخبط وعدم التخطيط مستمر، يعني سبب انه ما راح اقدم شيء ولا راح يتغير اي شيء، هي الوجوه نفس الوجوه. ما اعتقد راح يتغير شيء، لان نفس الكتل هي مسيطره على الواقع السياسي، واصلا هم عدوا النظام اللي هو نظام السيء الصيت سانتياغو اللي عدوه على 1.7، هذا يسمح لهم يكونون هم نفسهم راح يتكررون، والأصوات البقية اللي هي مرشحة إلهم راح تجي عون إلهم، راح تزيد المقاعد اللي هم يحصلون عليها. لا، ما شارك، لأن النتيجة محسومة، دوش أشارك وساهم بهذا الموضوع. والله أنا بالنسبة لي رأيي أنا ما أنتخب، لأن ماكو تغيير راح يصير، باقي هي القوائم نفسها، لا راح تتغير لا شيء. اللي دخلوا حتى الناس الشرفاء اللي دخلوا في هاي القوائم هم دخلوا على نفس الكتل ونفس رؤساء القوائم، فهو ما له دور
كل شيء يعمل بالمستقبل البلد، فيبقى البلد على حقيقته، ماكو تغير بالبلد نهاية مثلا. والله لا الجديدة ولا القديمة، حتى الجديدة داخلة تحت القوانين اللي رؤساها نفسهم هم باغي الكتل، وهذا يقعد بالبرلمان بس يرفع صدعه. لا لا دور ولا الشعب أي شيء. والله أخوي أنا بالنسبة لي حياتي كذا ما منتخب. لا انتخب ولا ما انتخب نفس الحالة، لا يقدمون ولا يأخرون. يا بعد قلب ما يسوون شيء للعراق. نفس الوساخة، نفس التعب، لا اكو شغل، لا اكو تطوير للعراق. ناس جاي تفكر بس بروح. ماكو تغيير، شنو بلطني شهر شهرين؟ وين هو التغيير؟ وين التغيير؟ ماكو كل تغيير. ما انتخب، يعطيني رصيد ابو العشرة انتخبه. والله العظيم. ليش؟ على الاقل عبر موبايلي. اي بعد قلب بعد شو اشوف من عندك؟ ايش ما اشوف من عندك؟ والله كل سنة كل انتخابات تجيني 4 سنوات 6 سنوات 20 سنة ايش ما مستفادين؟ شنو غلط؟ دكتور رافع، كل شركاء العملية السياسية من 2003 إلى اليوم يتحدثون عن حتمية التغيير، حاجة التغيير، ضرورة التغيير، خاصة أنه هذه الفترة استنزفت البلد وطبعا أيضا أهله أمنيا واقتصاديا، لكن الحديث عن شكل ومضمون هذا التغيير غير واضح. ما المعني بالتغيير على الأقل من وجهة نظر شركاء العملية السياسية؟ حديث عمره 15 سنة، التغيير التغيير، يعني هذا حقيقة واحدة من النكات السوداء في العراق، قضية التغيير. حتى ظللوا بعض الناس عندما ذهبوا في تظاهرات المطالبة بالتغيير، مطالبهم في التغيير كانت مضحكة. تغيير ماذا؟ فلان بدل فلان، والكل نفس الأحزاب ونفس الراية ونفس الإطار الحاكم. القضية كذبة كبيرة، كانوا يحاولون تخدير الشعب، تخدير العراقيين أن هناك تغييرا قادما، طونا فرصة، اليوم دا نحارب الإرهاب والبارحة ما عرف منه، وعدنا حرب ما عرف وين، وعدنا سيادة مدري منقوصة، وعدنا سلاح مجاينة، وعدنا الأمريكان مدربونا، وهذه الكذبة، وصدامين وبعثيين وما عرف منه داعش وقاعدة، وهذه القضية التي لا تنتهي الحقيقة، وفلوس ما عدنا وفساد، وبالتالي مجموعة من الفاسدين من المخربين لديهم مشروع لتخريب العراق. ما هو شكل التغيير؟ يعني أيضا أسأل شنو شكل التغيير؟ قالوا غيرنا، ذهب المالكي إلى الخلف وتقدم العبادي، وأربع سنوات بحكم العبادي ما الذي تحقق؟ نفس القضية، نفس العراق يذهب إلى الأسوأ، الفساد ازداد، الخراب ازداد، البنى التحتية كلها انتهت، المواطن أوصلوا إلى حالة من اليأس. هذا الأحاديث الآن اللي سمعناها هذه أحاديث واصلة إلى مرحلة من اليأس، المواطن يأس من كل هذا الحال. شحن طائفي لم يعد ممكنا الآن، 80% من الشعب العراقي، مع أنه الشحن الطائفي ترى كان موجود خلال هذه الفترة الانتخابية، كانوا يشحنون طائفيا بكل الطرق. حتى اليوم في الناصرية حديث أنه تخويف للمقاطعين، نعم، بني أمية قادمون، يزيد قادم، ما أدري منه قادم، نعم. ما عادت تقنع العالم، ما عادت هذه القضية، المواطن يعرف أنه هو الخسران الوحيد، هو الذي يدفع ثمن هذا الخراب. هؤلاء يغتنون ويجلسون على تلول من الذهب، والمواطن وصل إلى الحضيض، يأكلون من المزابل، وظائف عطالة، أمراض، خراب، بلد مهدم، هويته غير محترمة في كل مكان. فبالتالي المواطن ما هو التغيير؟ التغيير في شكل في الأشكال. حتى عندما تحدثت المرجعية قبل فترة في بيانها، تحدثت قالت يعني الوجوه يجب الجرب الغير المجرب، لم تتحدث عن عملية سياسية هي أساس البلاء، هي أساس الخراب. ما الفائدة أن أتي من نفس الأحزاب بشخوص آخرين أقدمهم وفق نفس قواعد اللعبة؟ نفس قواعد اللعبة. هذه القضية تحدثت أيضا أنه السبب عدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة في الانتخاب. ما هي الشروط اللازمة؟ هي القضية لا تتعلق بالوجوه ولا تتعلق بشروط، القضية تتعلق بخراب بنيوي من البداية. هناك مشروع لتدمير العراق، هؤلاء كل هذا الطيف السياسي العامل فيه يعمل خدمة هذا المشروع لتخريب العراق وتدميره، وصلوا إلى هذا الحد. القضية الآن العراق عندما يكون من بين أكثر 5 بلدان في العالم فسادا، من المسؤول؟ المواطن هذا الفقير المسكين الآن تريدوا ينتخب بعد ما حملتوا ضيم وقهر وأمراض وقتل وتفرقة وفساد وخراب وجهل وأمية، وبالتالي تقولوا له تعال انتخب، ماذا ينتخب؟
فبالتالي ما عادت هذه القضية مقنعة. انطونا وقت، انطوكم 15 سنة وما النتيجة؟ النتيجة العراق في الحضيض هذه يعني. نعم دكتور سعد، بالنظر إلى يعني جبال من المشاكل في العراق الجديد، البلد محتاج إلى تغيير شكلي في الإطار السياسي، مناقلات في الشخوص كما تحدث الدكتور رافع أو في العناوين هنا وهناك، أم أن القضية أعمق والقضية تحتاج إلى تغيير جذري من الأساس وليس من النتائج؟ في النتائج المقدمات خطأ وبالتالي النتائج ستكون خطأ مهما كانت عملية التغيير الترقيعي أو الشكلي. يعني اسمح لي أقول لك هذه مسألة بديهية. بديهية داء يجب أن كل القرارات التي جاء بها الاحتلال أو سيء السيط بريمر. ثانيا يجب أن يصار إلى كتابة دستور جديد بأيدي عراقية بطموحات عراقية برغبات عراقية ويمثل الشعب العراقي، وليس هذا الدستور الذي يعني يفوح عنصرية وطائفية وغرابة وخضوعا للمحتل وكل ما فيه من عيوب. بعدين الأساس في العملية إنه هذه الأحزاب التي عملت على الساحة السياسية من بداية 2003 ولحد هذه اللحظة هم وقياداتها يجب أن تختفي، يجب أن تنسحب مثل ما قلت لك في البداية. إذا عندها كرامة، إذا عندها احترام لنفسها تقول نحن فشلنا 15 عام ويجب أن نترك، وهذا لن يحدث طبعا. وبالتالي التغييرات يجب أن تكون جوهرية، جوهرية بالوجوه، جوهرية بالقوانين، جوهرية بالقضاء. القضاء يجب الآن أن يأخذ دوره. الشعب قال 80% من الناس قال أن هؤلاء فاسدون ولن ننتخبهم، هؤلاء فاسدون ولن ننتخبهم. طيب القضاء أليس القضاء مطالبا بأن يقول نعم سنحيلهم إلى القضاء ونحاكمهم بصورة عادلة؟ هذه إذا ما تتحقق لن يصلح هذا القرار 80% شيء في العراق. نعم ليش؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد العراق أن يكون هكذا، وإيران تريد أن يكون العراق هكذا، ودول الخليج تريد العراق أن يكون هكذا، وتركيا تريد أن يكون العراق هكذا، وإسرائيل تريد العراق أن يكون أتعس من هذا الوضع. فكيف يمكن لنا أن نصلح وفي كل هذه الدول موجود على الساحة العراقية؟ نعم قضينا على إرهاب داعش، وداعش منظمة إرهابية. نعم أخرجناها من الموصل ومن المناطق الأخرى بكل التضحيات والتدمير اللي صار. نعم. لكن لا تزال هنالك عمليات لهذا التنظيم الإرهابي في مناطق. ماذا سنفعل؟ وسنستمر إحنا نكون رد فعل لهذه الأعمال ولهذه الأفعال؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى شخص هو يتسامى على الطائفية، يتسامى على العنصرية، يتسامى على الأفكار. هل متوافر هذا الشخص برأيك الآن في المشهد في المشهد السياسي الموجود الآن؟ موجود هذا الشخص المتسامي؟ لا في الوجوه السياسية الموجودة غير موجود. هذا أقول لك مطلوب أن يكون شخص من هذا، وهذا الشخص غير موجود أساسا من بين الوجوه المطروحة. لا يوجد أي شخص، أي رئيس قائمة، أي سياس تسنم منصبا أو لم يتسنم، عمل في موقع رسمي ولم يتم من هذه الأحزاب، لا يوجد شخص واحد يمكن أن يقول أنا أصلح، أو يمكن للناس أن تقول هذا أصلح دون به. لا يوجد، لأنه الأمريكان لم يجلبوا لنا سوى الفاسدين وسوى السراق وسوى الطائفيين وسوى العنصريين والإيرانيين والأتراك. ودول الخليج تساعد هؤلاء الأشخاص وتدعمهم مالياً، وإسرائيل فرحة بما يجري وتفعل ما تشاء في المناطق العراقية. هذا كله لا يمكن، ولو يظهر شخص واحد أتأكد منه
لو يظهر اسم واحد أو شخص واحد يمثل هذه الطموحات العراقية تتكالب عليه كل هذا الجهاد وتختاله لحظة واحدة. شكرا للدكتور سعد ناجي جواد الساعات استاذ العلوم السياسيه، كان معنا من لندن، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني، لماذا هذا العجز في احداث اي مستوى من التغيير ولو كان متدرجا على الرغم من طول الفتره الزمنيه من التغيير 2003 الى اليوم، بالرغم من انه جميع قوى العمليه السياسيه تتحدث مؤمنه انه لابد من تغيير، لابد من اصلاح، لابد من تقويم، وهذا التغيير حاجه ملحه. طبعا يرتفع الحديث يتصاعد عن ضروره التغيير مع قبيل كل انتخابات، ولكن بعد كل انتخابات لا تغيير، لماذا هذا العجز؟ طبعا لا نقول عنه عجز، لانه العجز يقال لمن يحاول ويريد، لكن الذي يحصل، وهذا بالمناسبه احنا نتكلم اليوم بما بدا الشارع العراقي يصرح به، يعني ليس تحليلا. الشارع العراقي كما قلنا ازداد وعيه وهو يتحدث بهذه المفاهيم الآن بشكل واضح وجلي. الشارع العراقي يدرك اليوم أن هؤلاء الساسة منذ البداية هم ليس لهم هم إلا مصالحهم الخاصة، لذلك حينما نرى عملهم يعني برامجهم التي يقدمونها ثم بعد ذلك ما ينفذونه على أرض الواقع سياسيا وغير ذلك، نجد لسان حالهم كأنهم يدركون أن استمرارهم في هذه المناصب آني، وعليه نجدهم أنهم يحاول قدر الإمكان أن يأخذ قدر ما يستطيع قبل أن تغرق السفينة ويفلت منها. لا يوجد هنالك عمل سياسي منظم لهؤلاء يقوم على مبدأ الاستمرارية والمطاولة، وأن هنالك نظرة بعيدة. النظرة البعيدة هذه المستقبلية، أنه خطط عشرية، خطط خمسية إلى غير ذلك، لا توجد. فقط قدر وجوده في هذا المنصب وقدر استفادته من هذه المنصب كم يجني لنفسه، هذا هو التغيير الذي حصل عند هؤلاء الساسة. أما واقعيا على يعني شعبيا لصالح البلاد، لا نجد إلا أن التغيير عكسي سلبي، وهو انحدار البلاد من السيء إلى الأسوأ. الخدمات تتدنى، الاقتصاد يتدنى، الفساد يتزايد، الأمن مفقود ولا يزال مفقود. فلا هنالك، لا يوجد تغيير في هذه الجوانب، وإنما التغيير فقط في ازدياد نسبة الأموال وأرصدة هؤلاء الساسة. نعم. وأرصدتهم هذه ملحوظة، يعني اليوم في ظل نحن إعلام مكشوف ويرون، يعني الناس تدرك وترى أن هذا الرجل كان قبل سنوات ليس عنده بل يأخذ معونات اجتماعية من البلاد التي كان مهاجرا ومقيم فيها، فكيف اليوم يمتلك في تلك البلاد الأرصدة والثروات والأملاك والعقارات؟ إذن من مال هذا المواطن؟ طبعا هناك شركاء رئيسيين بالعملية السياسية كتبوا أيضا على حساباتهم في تويتر وفي فيسبوك عن أنه عملية التغيير لن تحدث لأن البلاد واقعة تحت نفوذ أجنبي، وأنه لا تغيير حقيقي، وكل ما يقال هو من باب الدعاية السياسية والإعلامية. فمثلا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية السابق وأمين عام الحزب الإسلامي كتب على تويتر، إذا ممكن نشوف التغريدة على الشاشة، كتب: أنا مؤمن بأن الانتخابات هي من أفضل الوسائل أمام العراقيين في سعيهم لتحسين ظروف حياتهم، لكن هل ستسمح الدول صاحبة النفوذ بذلك؟ الجواب، يقول طارق الهاشمي بالنفي طبعا، ذلك لأن ديمومة نفوذها القوى الأجنبية يكمن في خراب العراق وفي ضياع العراقيين. انتخابات في ظل نفوذ أجنبي مشكوك بجدواها وفاعليتها. هذا ما كتب طارق الهاشمي على حسابه على تويتر. أيضا كتب عضو البرلمان السابق أياد جمال الدين، كتب على تويتر: أن ستكون، قال، نتيجة الانتخابات العراقية نصرا عظيما لإيران. عراق ما بعد هذه الانتخابات الحالية الآن يختلف، كما يقول أياد جمال الدين، تماما عن عراق ما بعد سقوط صدام. العراق الجديد هو إيران رقم 2،
لكن مع بعض المكياج الديمقراطي. هذا ما قال إياد جمال الدين عضو البرلمان وأيضا واحد من أركان العملية السياسية. دكتور رافع الفلاحي، بعد كل هذه الفرص المتعددة لقوى العملية السياسية خلال 15 سنة للتغيير، 4 انتخابات، وعود بالتغيير والإصلاح، الآن حالة احتقان، سخط شعبي، الكل يتحدث عن البديل المتاح أمام الناس مع تخويف أنه لو انتهت العملية السياسية نحن ذاهبون إلى المجهول، ما هو البديل؟ كلام أيضا الناس عندما تحدث عن البديل تخوف. نعم. أنه البديل مجهول. نعم. ربما يعني أنا أشكرك على هذا السؤال أستاذ ماجد، لأنه يعني حتى لا نغرق في وصف ما حدث اليوم. فقط يعني ما حدث اليوم وأسبابه واضحة الآن، ولا تحتاج إلى ربما توصيف. الشعب يدرك لماذا لم يخرج، لماذا عزف عن المشاركة في هذا العزوف، لماذا عن المشاركة في الانتخابات. الآن السؤال ما العمل؟ نعم، وهو هذا السؤال المركزي على الداخل والخارج. سأتحدث على الخارج لأنه أخي الدكتور عبد الحميد العاني قبل قليل أشار إلى نقطة مهمة جدا. قال نتحدث اليوم، الحمد لله نتحدث اليوم وقد أغلقت الصناديق وانتهت القضية، حتى لا يقال نحن الذين حرضنا وأن الانتخابات مثل ما تقول قوى خارجية كبيرة في الخارج تقول أن الانتخابات هي الطريق الوحيد وهو الطريق السليم واذهبوا إلى الانتخابات. نعم. وكانت قوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال تواجه بهذه القضية دائما، وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين تواجه بهذه القضية، أنه هذه الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير، وإذا كنتم تريدون هذه، وكانت ترفض، ورفضها مبدئي وثابت وعقلاني وواقعي، وأثبت أنه هو الصح. الآن على كل القوى الخارجية المحبة للعراق، أنا أتحدث عن القوى التي جاءت بمشروع لتدمير العراق، هذه قوة ليس لنا حديث معها، وهذه قوة لديها مشروع للتدمير لا أحد ينصحها ومشروعها غير مشروع، لكن تحدث عن القوى التي تحب العراق، تريد عراقا مستقرا، على الأقل حتى إذا لم تحب العراق تحب نفسها، تحب دولها، تحب أمنها، تريد أن يستقر العراق لتستقر حدودها، لتستقر المنطقة كلها. على هذه الدول أن تعيد النظر مرة أخرى فيما كانت تقوله، أن العملية السياسية والانتخابات هي الخيار الوحيد. أبدا، عليها أن تستمع للصوت، هذا الصوت العراقي المناهض هذه الذي لم يقبل، تستمع إليه جيدا، تعي ما يقوله، لأن ما قاله الآن 80% من العراقيين قالوا، ماذا سيقولون الآن؟ هل يقولون أن هذه القوى المناهضة للاحتلال وعرازها هيئة علماء المسلمين هي من أقنعت 80%؟ هذا شرف لها. إذا كانت قد أقنعت 80% من العراقيين، فعلى كل القوى هذه أن تتبع هذه القوى التي تستطيع إقناع 80%. لكن الشعب العراقي وعى أن الخلل بنيوي، خلل كبير، كارثة كبيرة في العراق، لذلك يحتاج إلى إصلاح، وهذا ما أكدت عليه هيئة علماء المسلمين. النقطة الأخرى، ما هو المطلوب من الداخل؟ الآن الشعب العراقي قطع خطوة، وهذه الخطوة لم تأتي اعتباطا، هذه الخطوة سبقتها تظاهرات، سبقتها رفض، سبقتها تضحيات، موقف تراكمي، بناء تراكمي وصولا إلى هذه الخطوة، واللي شجع على هذه الخطوة، اللي ثبت هذه الخطوة هو الوضع البائس، هو المشروع القاتل للعراق، الدمار الذي حل بالعراق من هؤلاء السياسيين، كان هو الوقود لهذه الثورة الشعبية أو للرفض الشعبي. الآن هذه الخطوة أنجزت، الشعب يعني أوضح موقفه، 80% من الشعب العراقي أوضحوا موقفهم أنه ضد هذه العملية، ضد هذه الانتخابات الزائفة، ضد هذه الشخص السياسية، كل هذا الطيف السياسي ما عاد مقنع، الطائفية، الخطابات الطائفية، الخطابات العنصرية، الخطابات الفساد، الإغراءات ما عادت مغرية بالنسبة لهم. ما قدم خلال 15 سنة الجرد هذا كان كله أمامهم الآن، وعلى أساس ذلك اختاروا العزوف. الآن الخطوة القادمة، هل ستترك هذه القوى لتشكل حكومة وتبدأ بحكم الناس 4 سنوات أخرى ويزداد الفساد والخراب؟ الآن الشعب يجب أن يؤلف قوى مثل ما ألف قوى الرفض. هذه السؤال الكبير، هو الآن هذا الاحتقان، هذا الموقف الشعبي، هذا البناء التراكمي كما أسميته، كيف يمكن أن يؤطر لبديل؟ نعم يقنع الخارج أيضا والداخل. نعم، كلنا نعرف، وهذه نظرية واقعية، هذه المعاناة تصنع الحلول، المعاناة اللي مر بها الشعب العراقي لابد أن تصنع
حلول، تصنع قيادات، تصنع وعي جديد. لما تحدثنا عن مناسيب الوعي قبل قليل أخي الدكتور عبد الحميد تحدث عن أن الوعي يرتفع، منسوب الوعي بدأ يرتفع. عندما يرتفع لهذه الدرجة هذا الوعي يخلق قيادات جديدة، يخلق تجمعات. يجب أن يحرص الشعب العراقي على خلق تجمعات عابرة لهذه الطائفية، لهذه الخطابات المهلكة، الخطابات التي قيلت من عام 2003 لحد الآن انتهى عصرها وقلبت ورقتها مع هذه الانتخابات، مع ما فعله الشعب العراقي اليوم قلب هذه الورقة. مع قلب هذه الورقة يجب أن يتخذ خطواته باتجاه تجمع، باتجاه حلول مركزية، باتجاه حلول صغيرة وكبيرة تتجمع. بالتالي هذه الأمواج الصغيرة عندما تدفع ستنجز أو ستصنع الموجة الكبيرة التي ستزيح كل هذا. يعني لا يكفي أن نرفض أنه ما نذهب للانتخابات ونقف عند هذه الخطوة. هذه الخطوة كأننا وقفنا على منتصف السلم، يعني ندع هؤلاء يشكلون حكومة مرة أخرى وتمضي العملية السياسية بطريقة. على الشعب الآن أن يتخذ خطواته والشعب قادر على ذلك. دكتور عبد الحميد، لو اتضح للناس أن الأربع سنوات القادمة لن تختلف بشيء عن 15 سنة التي مضت، وعود التغيير أيضا وعود موسمية ما قبل الانتخابات هي ضرب من السراب أو الوهم أو الإيهام فقط، ما المتوقع من ردة فعل شعبي خاصة الآن منسوب الاحتقان يعني في أوجه؟ أنا اسمح لي بس أعقب على ما ذكرته من تغريدات التي هي نشرت اليوم 12/5/2018 كأنها مطابقة لما استشرفته الهيئة قبل 14 أكثر من 14 عام. يعني تحديدا في بيان الهيئة في 10/1/2004 قالت البيان الهيئة في النصي أن الهيئة ليست ضد الانتخابات، تود الهيئة أن تؤكد أنها مع الانتخابات إذا توافرت لها الظروف والشروط الموضوعية لضمان نجاحها ونزاهتها وتمثيلها العادل لكل فئات الشعب ومكوناته، غير أنها تشك في توفر الشروط اللازمة لذلك الآن. المعنى متطابق لهذه هذا البيان 2004 لما ذكر اليوم. إذن هذا يدلل على استشراف الهيئة لما حاصل اليوم. الهيئة كذلك استشرفت في أمور أخرى أنه التغيير يجب أن يكون عن طريق الشعب، وقد حدث أيضا الثورات الشعبية، الاعتصامات وغيرها. وكذلك اليوم نحن نقول أن الاستشراف القادم أن الاحتقان الشعبي سيتزايد، ولا سيما أن بعض هؤلاء الذين شاركوا اليوم كانوا يبنون أمل على التغيير، فكيف بهم سيرون أن هذه الوجوه المرفوضة، طبعا كثير من الوجوه الموجودة اليوم هي مرفوضة، لا سيما الرموز من العملية السياسية مرفوضة شعبيا، يعني نسبتها متدنية جدا لدى الذين شاركوا فعلا بهذه الانتخابات. فماذا سيقول هؤلاء وكيف سيتفاجؤون حينما سيرون هذه الوجوه السيئة، الوجوه السيئة والفاسدة والمرفوضة هي على ذات المناصب ولم يحدث تغيير حقيقي؟ فإذا الاحتقان سيتزايد ولا بد من استثمار هذا، لا بد أن ينتقل الاحتقان الشعبي إلى عمل جماهيري منظم مثمر يحول هذا الرفض إلى بناء عملية جديدة. هذه العملية الجديدة تقوم على القوى الوطنية الحقيقية، القوى الوطنية الثابتة منذ البداية إلى الآن وهي موجودة ولديها مشاريعها، والقوى والرموز الوطنية التي ولدت اليوم من رحم هذه المعاناة ولم تتلوث إلى الآن بهذا الفساد ولا أثرت نفسها على حساب أبناء الشعب العراقي. سيلد والشعب العراقي لديه الكثير من الكفاءات والقيادات التي يمكن أن تخرج وتجتمع وتلتئم على مشروع وطني حقيقي ينقذ العراق والعراقيين. إذن بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى أختام هذه الحلقة التي بحثت في الانتخابات البرلمانية في العراق وقدرتها فعلا على صياغة مشهد سياسي مختلف تماما، أو أنها جاءت في سياق مختلف عن السياق الذي صنع أو تشكل منذ عام 2003 إلى اليوم. نختم هذه الحلقة مع الشكر للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر الهاتف من لندن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعد ناجي جواد الساعاتي. نتوقف قليلا لنستمع لما سيقدمه لنا دكتور رافع الفلاحي من خلاصة لهذا النقاش. إذن فاصل ثم نعود.
دكتور، إذا واضح الآن من انتخابات من نسبة النسبة المتدنية للمشاركة أقل من 20%، أنه أنصار التغيير، أنصار التحول الديمقراطي في تآكل وانحسار مستمر. العملية السياسية لم يبق لها إلا الدعم الخارجي، قوى الاحتلال الرئيسية خاصة إيران وأمريكا. هل هاتان القوتان قادرتان على المد أكثر في عمر هذا المشروع؟ حتى لو استطاعت هذه القوى، وهي يعني في هذا الوقت اللي يعاني فيه الشعب العراقي من تشتت، من تمزق، من ضغوطات، حتى لو استطاعت، لكن الزمن المتبقي من قدرتها على البقاء على هذه العملية وهذا التكوين وهذا المشروع هو زمن قصير. الشعب العراقي اليوم خطوته في هذا العزوف الذي لم يفهموه، كانوا يعتقدون أنهم قادرين على خداع الشعب مرات ومرات ودفعه، وقالها قبل فترة أحد رموزهم وفق الربيعي، قال يعني سنسحبهم سحب بالقوة لكي يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. لم يستطيعوا ذلك. هذا الشعب لا يقاد بالقوة بهذه الطريقة أبدا، ولا يقاد بالخراب والدمار والنهب والفساد. يعني إن سكت لفترة فلن يسكت طويلا. هذه المرحلة تؤشر بداية جديدة للشعب العراقي. تؤسس لبداية جديدة الآن. نعم بالتأكيد. نعم. أسست لبداية جديدة، خطوات قادمة بالتأكيد. هذه الخطوة خطوة كبيرة مع كل الدعم. تحدث الدكتور عبد الحميد قبل بالنقاش عن 4 مليارات دولار صرفت على الدعايات الانتخابية، عن شحن طائفي لمدة 15 سنة، عن مشاريع كلها سقطت خلال هذه الساعات العشرة أو 12 ساعة اللي كان فيها التصويت، سقطت مرة واحدة. إذن الشعب العراقي يعد بالكثير. كل هذه المشاريع، كل هذا الدعم لن يستطيع إيقاف هذا الشعب إذا ما أراد الخلاص من هذا الضيم، من هذا الخراب. أشكرك دكتور. ما نأمله. شكرا دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.